رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية نضع على الشاشة: مصر دمرت أكثر من 1500 نفق وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة عبر تعزيز بجدار خرساني، هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينيين يستحيل معها أي عملية تهريب لا فرق الأرض ولا تحتها، وإسرائيل هي المسيطرة عسكريا على غزة وتحاصر القطاع ومع ذلك تكتفي باتهامات لمصر دون أي. لكن هل نحصر لوم لمصر أم باقي الدول العربية؟ هل تحيلك اليوم أعتقد هو في قمة إفريقيا إيطاليا إفريقيا بروما تصريح جديد للسيد السعيد يقول إن السلمة لن تستتب إلا بتحريك الفلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولة كاملة السيادة وعاصمة القدس الشريف، ومن يعمل من أجل وضع شعب في شقق أو عمارات أو مربعات فهو كما يضع على الجمار الملتهبة حطبا حتى تزيد النار اشتعالا. مهم جدا أن نقول التصريح هذا راهو افتكوا يعني سعيد لأنه ثم جدول أعمال وصر على أنه قال راهو يعني مش مبرمج، لكن مهم جدا يعني أثار هذه النقطة حتى نعطي لكل ذي حقا حقه. الإشكال سيد لمين شفت التصريحات المتكررة ويدعمها بالله إذا كان ثم تصريح لمتداول على تيك توك، ثم فيديو لأخ فلسطيني من الناس الجرحى نسمعوه بالله ونرجع، هذا أخوه فلسطيني من اللي جابوه من الأحمر نشوف نسمعوه هو يوجه رسالة سيد سعيد حتى نطرح السؤال بكل روية وبكل مهنة. يلا الحرب وجدنا أنفسنا في حرب مع الهلال الأحمر التونسي، إحنا اليوم مطلبنا واحد وحيد، أخرجونا من تونس، ولا نريد علاج ولا نريد طب ولا نريد دواء، مع العلم أنه أخويا الجريح لسه محتاج عملية بعد 6 أشهر أو بعد 5 أشهر، ولكن إحنا خلص في عنا مقولة بسيطة إيش بتقول؟ الموت ولا المذلة، تمام؟ إحنا هنا على هذه الأرض مجين نذل، جين نتعالج ونروح على بيوتنا سلمين غنين إن شاء الله، ولكن للأسف إحنا خرجنا من حرب وجدنا أنفسنا من كذب ومن تلفيق ومن إلقاء تهم ومن غير وغيرات وشغلات كتير ما بدي أحكيها هان، ولكن مطلبنا واضح وصريح هو إخراجنا من تونس الآن، وبعد سنخرج من تونس بلا عودة، وما بدنا طب ولا بدنا علاج ولا بدنا أي شيء. شكرا لتونس وشكرا لرئيس قيس سعيد وشكرا لا مش شكرا للهلال الأحمر التونسي الذي ما زال يكذب علينا ويدلس ويلقي بالتهم. نعم سيد لمين، تعرف هاو نأكد سيد سعيد افتك الكلمة متاعه وقال من المواضيع التي لا يتضمنها صراحة جدول أعمال هذا الاجتماع، يعني افتك الكلمة وقال كلمته أنه راه ضروري احنا باجتماع إفريقي إيطالي ضروري أنه يتم منح الحرية للفلسطين أصحاب الأرض. في المقابل شوف التصريح هذا هو على تيك توك، مش نأكد لغاته الصحيح ولكن هذا متداول بإمكان السادة المشاهدين يتبعوه. كيف نفسر يا أستاذ؟ هل أنه السيد سعيد استقبل الفلسطينيين الإخوة الجرحى مجرد كلام مش متمكن؟ وهل تصور اسمه هذا الهلال الأحمر التونسي عنده برنامج كامل ولا ما عندوش مجرد استقبالهم؟ كيف تفسر هذا التضارب بين الموقف الرسمي هذا المعلن عنه يرفع الشرف كما تقول وبين الممارسة لا يعني لا تختلف عن ممارسة أخيه السيسي اللي يقوله أخيك؟ أولا أستاذ أكيد رفاقك الكرام اللي وفروا الفيديو هذا ووفروا تصريح رشوان أنه بالإمكان الناس يدخلوا ويشوفوا الفيديو الثاني يعني التوضيح معناه الفيديو حقيقي في فيديو ثاني فيه يعني شروح منها أكثر على الفيديو الفلسطيني؟ نعم نعم يعني فيه معناها فيديو اللي كنا تو نتفرجوا فيه فيه الجزء الثاني يعني فيه مهم فيديو جدا آخر تفرجت فيه قبل دقائق. نعم اكو فويس كذا كذا الصفحه اعطينا ايش فيها سلمين لما انا لم اطلع عليه هنا. لا هو وضح سي حسين هو يعني وضح اكثر الكلام اللي قاله في خصوص ما يسمى بالهلال الاحمر وضحه بالديتاي يعني شنو هو اللي تعرضوا له بالضبط والتهم و مش هذا المهم. أنا أقول لك حاجة في حسين الساعة، أنا دائما يعني نعطي تنظيرات معناها. أولا في الممارسة الفلسطينيون أهينوا أكثر في الدول التي تحكم باسم فلسطين. وهذا يجيب فلسطينيين ويحكوا لك. باهي أستاذي، هذا يعني الجانب الأول. الجانب الثاني أنه افتكاك تصريح في منتظم أممي ولا أوروبي وكذا منه أي كلمة حق يراد بها باطل. الغربيون متى يحترمون مثل هذه التصريحات؟ أن تدافع عن حرية الشعب
يحترمون كلامك عندما ينظرون أنك تحترم حرية شعبك. جنوب أفريقيا لماذا أنصتها بذلك بتلك القداسة؟ لأمرين اثنين. الجانب الأول أن جنوب أفريقيا تعرف ما معنى الأبرتايد وما معنى الإبادة. هي خضعت لقرون طويلة على يد نظام فصل عنصري، نظام استعمار إحلالي إبادي شقيق المشروع الإبادي اللي موجود في فلسطين اليوم. تعرف أستاذي أن هذا النوع من الاستعمار نكبت به ما عرف بأمريكا، وللأسف حسمت المعركة لصالح الغزاة الذين مارسوا الإبادة. نعم. وبقاوا شعوب المايا والأزتاك اليوم يعني جيوب، أنا ما أحبش نقول كلمة يعني كلا جيوب. أي نعم. وأيضا انتصر في ما يعرف يعني أستراليا، لكن تم التسوية تاريخية عادلة في جنوب أفريقيا، وما زالت تدور المعركة بضراوة ولم تحسم بعد في فلسطين. ألور جنوب أفريقيا عندما خاض المعركة العالم أنصت له، لأنه لعقود قليلة مضت. أخي حسين تعرف أن الكيان الصهيوني عندما كان مصنف الصهيونية منظمة وتنظيم وفكرة عنصرية في الأمم المتحدة، الوحيد اللي كان يدعمها بالسلاح وبالسياسة هو نظام بريتوريا، نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا. ألور عندما الدولة الأكثر حليف للصهيونية منذ عقود مضت اليوم هي التي تحاكمه، العالم ينصت بانتباه. المسألة الثانية سيد حسين وهي لا تقل أهمية، أن النظام جنوب أفريقيا الذي يحاكم الصهيونية في المحاكم الدولية هو نظام ديمقراطي منتخب ويحترم شعبه. الصهاينة من سخروا كما قلت أنت أستاذ عندما تحدثوا على أنهم يحاطرون الإمدادات الغذائية والإنسانية للفلسطينيين في غزة، أول كلمة قالوا المعبر عند شكون؟ عندنا ولا عند نظام السيسي؟ وما لازمش يتكلم. ألور الغربيين عندما تتكلم باسم فلسطين ولا الانحياز إلى فلسطين إمتى يحترموك ويسمعوك؟ إذا كانك أنت تحترم شعبك، أم إذا كان أنت تأميم يعني تأمم وتصادر حرية شعبك وتتكلم على فلسطين، راهم يضحكوا عليك ولا مصداقية لذلك. بمعنى تحويل الكلمات الكبيرة إلى كبائر، بمعنى تحويل فلسطين من حق وقضية نبيلة إلى مجرد أيديولوجيا سلطوية لي يعني مصادرة. تجي تحكي على الحرية اليوم في تونس، تحكي على المواطنة، تحكي على الديمقراطية، ينقز عليك بوط ويقول لك لا صوت يعلى فوق صوت المعركة. نعم. نحن نقول أن فلسطين لتكون وهي قضية عادلة، الأسلوب النبيل هو قرنها بحرية الشعوب لا بالسطو على حرية معناها الشعوب، وبالتالي ما عنده حتى قيمة أن تتكلم على فلسطين وأنت تدوس على حقوق شعبك. نعم. اثنين أخي، وأختم الحديث على الهلال والمسائل هذه، ثم حاجة أدرى أستاذ، احتضان المقاومة. أنا مرة كتبت تدوينة وبرشا ناس هكا تفاعلوا معها، أنه يوميا يعني بالقوة أن نكون في التاكسي ولا نكون في كذا وكذا، نسمع في إذاعات المافيا يعني في تونس، يعني وجوه 10 سنين وهي تحكي حماس إرهابية وحماس حفرت نفق مش عامل الغزة ومن الدنتان، وتعرف لما ذاك يتكلموا عن المقاومة، كيف يتكلموا عن المقاومة ديك الرغبة عباكم الله في القيء معناها. وبالتالي الناس مع فلسطين راهي قناعة وراهي مبدأ، مش موظف لأنه أعلى هرم السلطة قال نعم على فلسطين، يخدموا بها بوظيفة معناها مش بعاطفة وانتماء والتزام وكذا، فقط التزاما أنه لو كان رئيس الدولة كان ضد هذا الأمر لا لإذاعات كلها كانت معادية ومطفي الضوء. وبالتالي الإهانات اللي تحدث عليها يعني الفلسطيني شنو السبب فيها؟ مش لا أنا أقول خويا مش سياسة دولة يعني، وإنما قضايا نبيلة أوكلت إلى موظفين تافهين يعني لا ما عندهم حتى علاقة بفلسطين. شوف أخي المقاومة يعني أو الانتصار، أعطيني جيش عربي انتصر على صهيونية وتنقل لك راه طريق معناها الطريق الدولتي سليم، كلها أذلت في 3 أيام. الذي صنع الانتصار هو المقاوم. شوف الأبطال الرياضيين في تونس شكون جابوا انتصارات وهزوا العلم، هم هواة
وين تولي الامر محترف ومشروع دوله؟ وين تولي الحكايه صفريه معناها؟ وبالتالي انه لو كانت الفلسطينيون احتضنهم مشهد ديمقراطي والناس اللي ماهيش يعني كلها في الحبس اليوم، لا عرفتم كيفيه احتضان الجرحى وهؤلاء يعني الابطال، اما ايكالهم الى موظفين تافهين ضروره سيجري ما يجري. نعم، ربما هو الصوره الدقيقه، عزل هؤلاء في الهلال الاحمر واخراجهم من الحاضنة الشعبية أكبر دليل على ذلك.